فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما أفضل منظومة في الفرائض؟ وما أفضل منظومة في الفرائض؟ الرحبية هي أسهل شيء وأقرب شيء. إذا كان عندك قوة خذ ألفية الفرائض اللي عليها العبد الفائض، والله يقويك. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل: هل هناك مختصر معروف في الفرائض يرجع إليه؟ نعم، كثير منها. هي المنظومة هذه مختصرة، الفوائد الجلية للشيخ ابن باز مختصرة، فهذه مختصرة كلها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.